بسم الله الرحمن الرحيم فإمداد دنم دا الله تعالى شعام مهربان ذات دي خاص رحم ولا دي شروكو هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا یقینا راغله دی په انسان باندې یو وخت زمانه نه چې نو دې سسي زیات کړی شوی په خاص نوم سره ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا یقینا پیدا کړم انسان لرا د نطفه ګډي وړینا اړو اړو مونږ آغا نجور کړم دا غینا اوریدونکې لیدونکې إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا يقينا خود لدمون قد تلار يا بوي شكر كونك أو يا بوي ناشكر كونك إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا یقینا تیار کړی دی مونږه د کافرانو د پارا زنجیرونه او توقونه او اور بل کړی شوی ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا یقینا نیکان خلق بس کی د پیالو ډکونه چې ګډون بداوی کافور وی عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوجينا دا سكي باغي لرا بندگان دا الله تعالى چلوي باغي لرا بچلولو سر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا پورا کولی دوی منختی او یره کولا ده غورزنا چی دی سختی ده غی وری وری ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا او خوراک ورکو دوی خوراک پمین ده غا مسکین تا او یتیم تا او قیدی تا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا دویب ویل یقینا منگا خوراک درکو تاسو تدا الله تعالى پمخ نغوارو تاسو نبدلا او نشکری کول إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا يقينا يركم قاد ربخلنا دورزي سختي دير سختنا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا نبچو ساتل دوی لرا الله تعالی د سختی د غورزنا او ور یکړه دوی تا تازگی او خوشحالی وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا او بدلی ور کړه دوی تا په سبب د صبر د دوی جنت او ریخم متکئین فیها علی الارائک لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا تكيبو وهي باغي كي پپال انگونو باندي نبوي ني باغي كي گرمي او ني يخني ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا او راكا گبوي پدوي باندي سوري داغي او راكس شيبوي پدوي باندي غنچكون داغي براكوزي دلو ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا او غرز ولي بشي بدوي باندي لوخي دسبينو زرو او گلاسونا چوي بشيشا قوارير من فضة قدروها تقديرا شيشا جوڑا شوی دسپینو زرونا اندازه کڑی بیوی هوا په خاص انداز ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا
اوس کولې بشي په دوی باندې پاغي کې ډکی پیالي چې وی بغډون داغي زنجبیل ادرک عینا فیها تسمى سلسبیلا چینه د پاغي کې نوم ورته ویلې شي سلسبیل ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا او ډیر بزیر ازیر دوی خدمت د پاره هلکان همیشه بوي کله چې توینې او وی ګمان به په پاوی باندې منغلري وري وري وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا او کله چې توینې هاغزه نو وبویني نعمتونه او بادشاہي لوی عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا بر طرف دوی بجامع دنرور خمشنووی او غطر خمبلاندوی او چولے کیگی با دوی تبنگلی دسپینو زرو او سکوی با دوی طرف دوی دسکلو سیز پاکون کے إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا يقينا دا تاسو لربتلا او دي عمل کوشش تاسو قبل کړی شوی إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا يقينا منغيو نازل كلي دي منغا بطابان القرآن لغ لغ نازل أول فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا نصبر كوافي سليد رب ستاتا أو ممن خبر دبين دبناهگار يا دكفر كونك واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا أو يا دوان دربستا صبا أو بيغا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا أو دشبينا سجدك وهغطا أو باكي ويا دهغا دشبي أبدي بوري إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا يقينا داها كسان دي چه مينة كويدة دنیا سرا او پريگ دي رستو دزان نورز درانا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا منغا پیدا کړی دي دوی او کلو کړی دي منغا بندونه دوی او هر کلا چو غړ منغا نو بدل براول دي دوی پشان بدل راول إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا يقينا دا نصيحت ده نسوك جوالي ودي نسيخ بالرب تلار وما تشاءون إلا أن يشاء الله كان عليما حكيما او نشي غفته تاسو سسيز مگر چې وی غواړي الله تعالی یقینا الله تعالی دې په حکمت والا يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما داخلوي هغه چاله را چې وی غواړي پر رحمت خپل کې او ظالمان چې دي تیار کړی دی د دوی لپاره عذاب دردناک